برحب بحضراتكم. زي ما انتم عارفين في 10 الصبح في الاهلي احنا ما فيش رياضه يعني ما بنهتمش بيها، كل الرياضات المصريه بنهتم بيها، كل الاتحادات، كل المنتخبات، وكل الابطال اللي بيشرفونا في محافل دوليه او حتى اكيد محليا. الكيك بوكسنج من الرياضات اللي اتكلمنا عنها قبل كده واستضفناها، بس من سنه اتكلمنا وقلنا ايه بالظبط الكيك بوكسنج ودخل مصر امتى وامتى تم اشهار الاتحاد والكلام ده كله، وكمان قلنا ايه البطولات اللي جايه، وكان ضيفنا وقتها طبعا اللي منورنا النهارده قال لنا لا انتوا استنوا بقى الفتره اللي جايه هيبقى في بطولات كتيره جدا، واوعدكم ان احنا هنحقق يعني رانكينج تاني خالص طبعا يليق بمصر. كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج منورنا مره كمان، بس بعد غيبه سنه كتير قوي برده يا كابتن، بس على كل حال جاي لنا وفي نفس الوقت جايب لنا اخبار حلوه ويفوز ببطوله، فيعني منورنا في البدايه. صباح الفل. صباح الورد وشكرا على المقدمه الجميله دي. لا بجد دي حقيقه. سعيد ان انا موجود مع حضرتك في قناه الاهلي، وان شاء الله دايما الكيك بوكسنج في تقدم ودايما موجودين معاكم ان شاء الله. بالظبط. خلينا عشان برضو نفكر الناس، الكيك بوكسنج رياضه قديمه ما هياش جديده في مصر، لكن الاتحاد بقى له 3 سنين مع اشهار الاتحاد او تاسيس الاتحاد، اعتقد الموضوع بقى فارق بشكل كبير، لان كمان اصبح هناك ابطال او اعداد كبيره او اكبر من الاول بتشارك وبتمارس هذه الرياضه كمان على المستوى الاحترافي. فخلينا نعرف منك بس قد ايه فرق وعددنا قد ايه دلوقتي، يعني ده عشان بس الناس تبقى على درايه. احنا انشئ الاتحاد في 28/1/2020، لم يكتمل 3 سنين بعد، يعني ما كملش عمره 3 سنين بعد. كان زمان كنا لجنه في اتحادات اخرى، كانت الانشطه بتاعتنا لما بنعمل بطوله فيها 300 400 لاعب بنقول ده انجاز. دلوقتي احنا بنعمل بطولاتنا تصل ل 10,000 لاعب في بطوله واحده، مش بكلم حضرتك في بطولات مختلفه، في بطوله واحده بنصل للاعداد دي. احنا جايين من اسكندريه كنا بنعمل بطوله القطاع الشمالي، احنا بدانا نقسم مصر قطاعات ونقسمها مناطق، اقول لحضرتك ده بعد كده. في القطاع الشمالي تقريبا 1500 لاعب، من 1500 لاعب 2000 لاعب بيشارك في الحدث. الناس متفاجئه بكم الاقبال الكبير على رياضه الكيك بوكسنج. الكيك بوكسنج في مصر انتشر بشكل كبير في الفترات اللي فاتت. عايز اقول لك تقريبا في كل نادي وكل مركز شباب في مصر بقى فيه موجود كيك بوكسنج. الحمد لله. قدرنا بقى نعمل خطط عمل تساعدنا في الانتشار ده. قسمنا مصر بدل ما كنا بنعمل بس بطولات على مستوى الدوله، يعني بطولات الجمهوريه للانديه كلها بتعمل في القاهره، بدانا نطلع بره القاهره وعملنا المناطق، وعملنا بطولات المناطق، وبدات بطولات المناطق دي نعمل بطولات جمهوريه المناطق. الفكره الجديده اللي بعديها بدانا نعمل بطولات قطاعات. قسمنا الجمهوريه لقطاعات وبدانا نعمل بطولات قطاعات. مقصود بالقطاعات 4 5 محافظات مع بعض ويطلع منهم بطل. واعلنا للناس ان طريق المنتخب ليه اكتر من خط. الخط الاول بطولات الجمهوريه الانديه، الخط الثاني بطولات الجمهوريه المناطق اللي بتتصفى ويطلع منها بطل المناطق، الخط الثالث بطولات الجمهوريه القطاعات اللي كل قطاع بيلعب ويطلع منه بطل، نلعبهم مع بعض يطلع بطل القطاعات. لما بقول ان انا مدي الفرصه للشعب لكل اللعيبه اللي بتحب الكيك بوكسنج في مصر لطريق واضح قدام الناس ازاي تبقى لاعب منتخب قومي من خلال الطرق اللي انا قلتها لحضرتك ديت، فبقيت المنافسه اكبر. نخش بطوله الجمهوريه الانديه والولاد بتحاول، يطلع لنا بطل جديد في بطوله الجمهوريه المناطق، يطلع لنا بطل جديد في بطوله الجمهوريه القطاعات، المنافسه جوه المنتخب اكبر. ده اللي هيدينا فرصه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، خصوصا لعبتنا بقت اللعبه اولمبيه ان شاء الله 2028، ودي نقطه لازم نتكلم فيها ان شاء الله. طب ده خبر كويس باذن الله جدا. طبعا ادانا فرصه. هي 2028 هتبقى فين؟ روسيا ولا فين الاولمبياد؟ انا مش فاكره، مش فاكر والله، يعني باريس اللي جايه خلينا هنشوف. تمام. انا الامر بالنسبه لي ولادي وتجهيزاتهم بشكل جيد اللي يخلينا ان شاء الله نرفع راس بلدنا عاليا ونعمل النتائج اللي استحقها بلدنا. طبعا احنا على مستوى المنتخبات القوميه قدرنا، عندنا كذا خط يطلع منه الابطال. منتخباتنا القوميه تباعا بدات تتجمع، يعني احنا عملنا منتخب العموم وعمل انجازات، واهمها انجاز النهارده احنا بنتكلم عن بطوله افريقيا للكيك بوكسنج. احنا لعبنا السنه اللي فاتت كاس افريقيا وقالوا لنا ان كانت الدول الكبيره ما كانتش موجوده. احنا جبنا اول كاس افريقيا السنه اللي فاتت، وساعتها كان وبطوله افريقيا اللي كانت الشهر اللي فات ده. الله عليك. الفرق بين دي ودي ان احنا السنه اللي فاتت لما لعبنا قالوا لنا ان معظم الدول عشان كورونا ما كانتش مشاركه، ومصر جات لها فرصه انها تكسب من غير منافسه. كسبنا بالبركه يعني. بالبركه. السنه دي بقى قولوا لنا بقى، في وسط الكبار، في وسط كل الابطال العالميين اللي من افريقيا، المحترفين والهواه، الناس العناصر اللي ليها اسم في العالم كدول وكلاعبين، قدرنا في المنافسه بتاعتنا ب 10 لاعبين ان احنا نحقق انجاز. ان شاء الله ان شاء الله يبقى اللي جاي احسن منه، بس انجاز كبير. عايز اقول لحضرتك ان انا في افريقيا بيتاهل 6 لاعبين للورلد جيمز،
مصر تأهل منها في الايفنت ده ثلاثة منهم. حاجة تشرف. وجميل بقى ان فيهم اتنين بنات في الايفنت ده. دي على فكره حاجه خلاص بقى والله بقى عادي دلوقتي. احنا عايزين الرجال بقى اللي يعني هم ايه اللي ينافسونا بقى. يعني عايز اقول لك اربع ميداليات ذهب اللاعبه اسراء 48 كيلو سافرت معانا في بطوله العرب جابت اول، سافرت بطوله كاس العالم. هي عندها كام سنه؟ البنت تقريبا 21 سنه. سافرت كاس العالم جابت اول، اللي جابت ثاني، سافرت بطوله افريقيا دي في التاهيل اول اكرام، اول عرب سافرت معانا في افريقيا عملت وسافرت كاس افريقيا. وبتعمل بالوزن يا كابتن محمد؟ بالوزن طبعا. اكرام 65 كيلو عملت حاجه تشرف، عملت سيمفونيه تشرف. كانت بتضرب، كانت بتلاعب الابطال وبتشيلهم من الطريق. اللاعب عبد الله مندو اتعمل له خطه تجهيز في ماتش احترافي، في ماتش احترافي كتاهيل للبطوله الافريقيه. في البطوله الافريقيه لقينا الموازين اللي فيها تاهيل مش ميزانه، ميزان اعلى 81 كيلو، صعدنا كان هو وزميل لي. الميزان ده ليه قصه كبيره، احنا كان عندنا في الميزان ده بطل ثالث. عايز اقول لك ان مصر فيها قد ايه ابطال، كان عندنا لاعب اسمه بطل اسمه عقل، كان عندنا امل فيه كبير ان هو يتاهل. حلو. ظروف احنا بنلعب رياضه قتاليه، اللاعب ده اتصاب. كان عندنا اللاعب الشباب بتاعه محمد خالد، وكان عندنا كمان اللاعب الاخر اللي هو لاعب 75 كيلو، والتصفيات 81. طلعنا ال 75 81 وحافظنا على الثاني اللي هو اللاعب الشباب. فوجئنا في النهائي عندنا الاثنين من مصر. حاجه كده انت قاعده يعني حاجه تشرف. اتاهل اللاعب ده برده. في الموازين اللي ما كانش فيها تاهيل كان عندنا البطل دباوي 67 كيلو جرام. عايز اقول لك البطل دباوي خسر في البطوله العربيه. اوكي. وعايز اقول لك ان كان طبيعي بالنسبه لي، انا عايز البطل اللي يكسب. وانا انا كرئيس اتحاد وكمدربين في المنتخبات القوميه كابتن فيكس وكابتن عبد الهادي شدوا عليه بشكل غير عادي. الفرصه انك تطلع تمثل بلدك امر صعب، مش اي حد يقدر يمثل البلد دي. وانت المره اللي فاتت ما اديتش افضل اداء. الراجل فاجئنا بتدريب بيموت نفسه. طبعا عايز يثبت لكم طبعا، عايز يثبت لكل الناس. برافو عليه. عايز يثبت لكل الناس ان هو كويس. في البطوله كان مقاتل غير عادي، الحمد لله قدر يبقى برضو بطل افريقيا. ده بقى غير احنا بنتكلم باربع ميداليات ذهب، ثلاثه منهم اتاهلوا. عندنا ناس اتظلمت، يعني عندي الولد لاعب انور 63 كيلو ونص نازل ناس 60 كيلو. طبعا الامر كان صعب لان في وزن 60 كان هو المؤهل. اتظلم ولكنه ادى اداء تحسي انك متشرفه ان ده بطل مصر اللي بيلعب. عدي بقى على كل الابطال اللي يعني عندنا ناس تواني، الناس جابت تالت، لكن كلهم بجد يشرفوا. عندنا منتخب خلى امين عام الاتحاد الدولي ينزل لي ويقول لي يا كابتن صبيح ايه ده؟ انتوا جهزوا الناس دي امتى وفين؟ اتفاجئ. احنا كنا في المنافسات اللي قبل كده القديمه كان منتخب المغرب يتصدر المشهد. احنا لعبناهم في خمس مواجهات، اربعه منهم فوزنا. والخامس اتظلمنا. وعايز اقول لك المفاجاه مش لبلد، المفاجاه لكل البلاد. كل الكلام من الناس اللي عارفه السوشيال ميديا وكل نجاح ناس في ناس بتحاربه، الناس لقيت ان مصر مش كلام، ده واقع. لما بيلاعب مصري اي بلد، لما بيلاعب مصري خلاص ده مكان. اللي جاي العالم، اللي جاي بالنسبه لنا كاتحاد مصري للكيك بوكسنج العالم. احنا عايزين نبقى ابطال العالم. ما انت بتقول حضرتك هتشاركوا في الاولمبياد تقريبا لوس انجلوس، تقريبا حسب المعلومه لوس انجلوس 2028. فدي خطوه محترمه جدا للعالميه، ويعني هتبقى انت كده جبت زي ما بيتقال سقف الموضوع. فيعني احنا نتمنى المشاركه ما تكونش مجرد مشاركه. يعني بصي يا فندم، يمكن حضرتك وانت بتتكلمي على الامر جواكي في جزء من الاحتقان كده، انا شايفه ان احنا عايزين يبقى لينا. لا والله ده عشان عمالين يزنوا على الفاصل ده، مش اكتر والله العظيم. حلو. مفيش اي احتقان. طب نطلع ونرجع عشان نجاوب براحتنا. فاصل ونرجع نكمل. حديثنا لسه مستمر مع كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. برحب بيك مره كمان. وقعدنا ندردش في النص في كذا نقطه يعني كابتن محمد هيكلمنا عنها، لكن خلينا نبدا باللي انتهينا عنده، هو الاولمبياد ان شاء الله لوس انجلوس 2028، واللي حضرتك قلت لنا ان انتوا ناويين تشاركوا فيها. ومش بس هنشارك، احنا هنشارك هنكسب على فكره. انا اصل الحاجات بتفضل موجوده مش هتروح، ده لينك هيبقى على اليوتيوب هنحاسب حضرتك عليه بقى وقتها. هنكسب ايه؟ هنكسب ميداليات ذهبيه. هفكرك بواحده واحده. اول ما جيت هنا قلت لك لعبتنا هتبقى افضل لعبه في مصر، هتكون
افتكري وسجلي. لعبتنا هي الاولى في مصر هتكون ان شاء الله، لعبتنا هتخش جوه كل بيت في مصر هتكون. كل الكلام اللي انا قلته يتحسب. وهناخد الاولمبياد الذهبيه فيها. موضوع الاولمبياد بقى موضوع الاولمبياد مش مجرد امل، لا ازاي هنجتهد ل 2028 عشان اطلع لاعب يجيب ميداليات ذهبيه بالظبط. لازم اشتغل من امبارح مش من واحنا شغالين بخطه من اول ما عرفنا احنا لعبتنا تم الاعتراف بيها اولمبيه، اوكي لعبتنا دخلت اولمبياد 2028، اوكي عملنا ايه ده؟ خطتنا الاساسيه مش في المنتخب الاول دلوقتي اللي جاب بطوله افريقيا ومسافر بطوله العالم وان شاء الله يعمل نتائج، لا خطتنا في الاولاد اللي عندهم 13 سنه. اوكي المنتخب ده هنسميه منتخب مصر الاولمبي من دلوقتي. البطل عارفه لما ابنك الصغير تقول انت الدكتور، انت المهندس، انت بطل الاولمبياد، هيتقال له كده من دلوقتي وهيجهز لكده. انت اللي المفروض تكسب كل العالم، عقليته والمنتاليتي اللي جوه عقله لازم تتحط فيها. انت ان شاء الله رايح في طريق البطل، والبطل محتاج يعمل ايه عشان يوصل له؟ في عقليته، في عقليه المدربين، وفي خطه الاعداد، وفي خطه التجهيز بالامكانيات المتاحه. وان شاء الله نطلع ابطال اولمبيين. عايز اقول لك لعبتنا مش محتاجه تكليف كتير، لعبتنا لعبه قتاليه محتاجه حد مؤمن بالقضيه، مؤمن انه يقدر يعمل، وبيجيب ناس انتقاء صحيح، مش مبني على واسطه ولا مبني على اي افكار غير ان الانتقاء ده انتقاء رياضي صحيح. دول العناصر الاكفأ لتمثيل مصر. والامر بيبدا من هو عنده في السن دلوقتي، بالنسبه لي الولد 12 و13 و14 و15 و16 في السن ده، هنشتغل عليه بكل قوه وبكل جهد، هنعمله احتكاكات كتيره عشان البطل ده اللي يطلع منه بطل اولمبي. ومش عايز اطلع منه بطل اولمبي، حلمي اهو سجله لي. المنتخب الاول، المنتخب الاول في الميداليات الذهبيه لمصر في 2028. بوعد كل مسؤولين الرياضه في مصر، بوعد كل الشعب المصري، المنتخب الاول اللي هيعمل اعلى نتائج لو ربنا كتب ليا الحياه وقدرنا نمشي بخطتنا دي، اكبر ميداليات ذهب في تاريخ مصر هتيجي في الوقت ده ان شاء الله. ماشي، احنا نتمنى يعني انا بهزر وحضرتك بقول لك هنسجل، مش هنسجل بس، احنا هنسجل برضه بس المهم. بس احنا نتمنى ده، يعني احنا نفسنا ان ده يحصل لان دي منفعه لينا كلنا. وليس يعني نيل الامنيات بالتمني ولكن بالعمل الدؤوب. حلو الدؤوب. حلو احنا هنشتغل. حلو، ربنا يوفقك ان شاء الله كابتن محمد. من الحاجات اللي اتكلمنا فيها بقى مع بعض في الفاصل كابتن محمد، واتكلم معانا قبل كده برضو من سنه لما نورنا في 10 الصبح في الاهلي، كان عايز يبقى في برنامج للكيك بوكسنج. فكره حلوه لكن خلينا نعرف منك اكتر. هقول لحضرتك الكيك بوكسنج في العالم مش ليه برنامج، ليه قنوات كامله اجنبيه للكيك بوكسنج، بتصبح الصبح من الصبح بالليل كيك بوكسنج. احنا عشان نوصل بس احنا لو عملنا مع كل رياضه كده ده مش كل رياضه. احنا رياضتنا مختلفه. ليه بقى مختلفه؟ الكيك بوكسنج فيه عمل احترافي، فيه مباريات احترافيه. حضرتك كنت بتتفرجي زمان كان في العالم ملاكمه المحترفين، وقد ايه البطل محمد علي كلاي تايسون. صح. دلوقتي في العالم فيه كيك بوكسنج. الكيك بوكسنج بيتعمل له احداث احترافيه، بتبقى ستوري، قصه للاعبين والابطال، برتبط بيهم وبتاريخهم وطريقه تدريبهم وطريقه اعدادهم عشان يخش المنافسه، اللي بيفوز فيها ويخسر فيها ناس. الناس دي المسافه دي من اعداده لحد البطوله دي حياه. احنا عايزين نعمل برنامج متخصص في ده، مش بس يعبر عن الاتحاد ويعبر عن لعيبه الاتحاد، لا يعبر عن قصه المعاناه اللي بيعانيها البطل لحد ما يوصل لمستوى البطوله ده. بصي حضرتك بتشوفي لعيبه الكوره اوقات بيتصوروا يعملوا زينا. صحيح. ليه؟ هو القتال اصله طالع من عندنا، احنا القتال واحنا يعني اربابه وان شاء الله نفوز. يا ربنا يوفقكم يا كابتن محمد بجد، وانا متفائله بحضرتك بوجودك برضو، ان في روح حلوه، في بوزيتيف انرجي حلوه، في اصرار، والاصرار ده بيكون وراه شغل. فربنا يوفقكم ان شاء الله. نورتنا، للاسف الوقت بيجري، انا مش عارف. انا طبعا قبل ما بلغوني برضو عشان ما تقولش ان انا يعني هم بيقولوا الوقت خلص. في خطه صغيره نقطتين هنعلنهم. اتفضل. احنا ان شاء الله عملنا طريقه لتاهيل الابطال، قسمنا الابطال في كل مستوى بعد ما الاعداد كبرت قوي. قسمنا الابطال بالشكل التالي، مستوى سي وبي واي للعيبه، الولد اللي بيلعب بقاله شهر او 3 شهور او سنه مش هيلعب مع اللي بقاله 3 سنين، ده سي، المستوى البي فتره اكبر، مستوى ايه فتره اكبر، ده بيخلي في تكافؤ في الفرص وفي المنافسه، يعني في تكافؤ مناسب في المنافسه. حلو. الموضوع التاني اللي بقينا نفعله في مصر وبنعلنه للشعب المصري كله، الاحتراف. الحمد لله عندنا خطه عمل كامله بتتعرض الفتره دي على وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وزيرنا المحبوب. ان شاء الله الاحتراف في مصر بشكل شهري، في احداث احترافيه في كل مصر، الناس هتشوف الاحتراف ده ان شاء الله. بنتفق مع منظمات احترافيه ان يتفتح اماكن زي ما الناس بتروح تتفرج على السينما،
تروح تتفرج على الكيك بوكسنج. يا ريت والله. الكيك بوكسنج براند، الكيك بوكسنج رقم واحد، الكيك بوكسنج منتشر في كل الأوقات. بس عايز دراسه وعايز سبونسرز وعايز شغل وماركتنج. طب هي في حدث اخير بنعلن عنه، حدث كحدث احترافي كبير، اير فورس 2 ان شاء الله هيتعمل 14/10 في استاد القاهره صاله واحد، بنعزم الشعب المصري كله عليها ان شاء الله، يتذاع على اكبر القنوات المصريه. احنا في خطه عمل كامله عشان الكيك بوكسنج رقم واحد، هو رقم واحد في كل الالعاب النزاليه. يا ريت والله، يا ريت ده يتحقق على الارض ان شاء الله. كابتن محمد مشكورك جدا على اللقاء، نورتنا، وهبقى اظبط بقى مع حضرتك، بقى لنا سنه بنقول هبقى اجي العب معاكم. هاجي اكيد، هنيجي. بشكر حضرتك على متابعتنا الفقره دي، هنروح فاصل ونرجع لاخر فقره، هتكون معانا دكتور ايام الحياوي، وهنتكلم برضو عن ملف مهم، هو ملف التغذيه وازاي الواحد يخس بس بطريقه سليمه. فاصل ونرجع نكمل.